فن الهاند ميد عليه فن واسع بيشمل العديد من المصنوعات والمشغولات اليدوية، وبدأ هذا الفن مع كل سيدة تصنع احتياجاتها واحتياجات منزلها أكيد وأولادها وزوجها من ملابس أو مفارش أو اكسسوار أو قطعة ديكور من صنع يدها. ومع مرور الوقت أصبحت هذه الهواية فكرة أو بداية لمشاريع كبيرة في المستقبل. للحديث أكثر عن هالفن معنا السيدة رشا كشيك. أهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني هيك اليوم مع بال كل العزابية إن شاء الله يعني. اليوم خصتينا شوية بالأعراس بما أنه السنة كان في ظروف صعبة، ظرف الكورونا، فخلى كتير من العالم هنن يأجلوا أو هيك، فمع هيك خلينا نعطيهم أفكار حلوة بسيطة فيهم هنن يعملوها ببيتهم بتخص العرسان. خلينا نحكي عن القصص الموجودة. يسعد صباحكم. اليوم معنا تشكيلة للخطب، مثل ما حكيتي ظرف الكورونا خلى العالم كتير تأجل هالفترة خطب وأعراس، بس مع هالشي كانت تقتصر على حفلات صغيرة كتير ضمن العائلة بالبيوت، فحلو انه نزين هالسهرة لأنها صغيرة نعمل قصص كتير مهضومة وبسيطة لتضل ذكرى معنا وتزين سهرتنا. أكيد بما أنه صارت أغلب المناسبات بالبيوت كتير حلو نزينها بهالقطع البسيطة والمميزة، خلينا نحكي عن القطع الموجودة عندك، كيف جتك الفكرة وقديش أخذت منك وقت؟ هي للمحابس؟ تمام ستاند محابس. هي الفكرة اللي بتاخد وقت أكثر من الشغل. أكيد يعني بنحاول دايما ندور على شيء جديد نعمله يكون مختلف، شيء مميز. حاولنا بهالفكرة أنه نعمل فكرة مهضومة بسيطة كتير من تكاليف خفيفة، مواد بسيطة كتير. هي عبارة عن سلك معدني وقطعة خشب بس لفيناها بالخيش وعملناها ستاند محابس. فينا نختار لون الوردي اللي بدنا اياه. طبعا طلعت كتير مهضومة ولذيذة. كيف ملاقية الاقبال عليها؟ الصبايا قد ايه حابين هالفكرة؟ العالم عم بتحب اي شيء مميز، شيء خاص فيني، يعني شيء بسيط، شيء بسيط قليل تكاليف ومميز، انه تعملي لي شيء خاص فيني انا يكون مميز عن الغير، وخاصة بهيك مناسبة بحب الواحد دائما يكون مميز. تمام. كمان بنشوف هدول الاطارات تبع الكنفة صح؟ تمام، اطارات تطريز كمان فيها تقويم عن اليوم اللي في تاريخ العرس. كمان فكرتها بسيطة ومهضومة، شغل يدوي تطريز مميزة. طبعا أي شيء بدنا نشتغله يدوي يعطي تميز للقطعة وخصوصية. كانت عبارة عن عريس وعروس ومطرزة تقويم بنفس اليوم العرس. تمام. خلينا نحكي عن هالدفتر المميز اللي حاملته انا، قديه حلو وكيف كمان خطرت ببالك الفكره وقديش كمان الاقبال على هيك دفاتر مميزه عم تكون؟ هلا العالم تعودت على دفاتر، هو فينا نستخدمه هذا الدفتر. تمام. لصور او ممكن نكتب فيه ذكريات، ممكن في حدا مثلا يكون بحب الكتابه انه يكتب فيه. كانت فكرته قديه اخذ منك وقت؟ هلا هو عباره عن قصينا الخشب بس كله شغله يدوي، قصينا الخشب لوناه والورق كمان نحن كله بنقصه بايدنا، احيانا بنعمل له حرف على الدايره للذكريات تبع انه اليوم اشترينا الفستان، اليوم نقينا الورد. هو كمان انه ممكن ينحط فيه اول بالاول يعني اول صفحه صوره ونرجع نكتب ذكرياتنا بكل يوم تفاصيل العرس اللي صارت. تمام. وهي الفكره كمان هي اطار خشبي. تمام. كمان طرحه للمحابس. كمان محابس كمان. هيك خلينا نشوف المحابس بنحطوا وين ما كان ولا لهم محل؟ لا باي مكان ممكن يصير. اوكي. فكرتها بسيطة، حفرنا على قطعة خشب اسماء العرسان وتاريخ العرس مع الاحرف وزيناها كمان بالخشب. يعني اغلب الشغل اللي عم نشتغله حاليا بالخشب وبالخيش لانه بيعطي، بما انه اسم محلنا انتيكا فبيعطي تميز لانه خاص فينا والتميز للعرسان. هلا ممكن يجوا العرسان لعندك يقولوا لك نحن حابين هاي الفكره، انت حتطبقيها ولا انت شو هي بصمتك؟ شو لمستك بالفن برايك؟ اكيد انا باخذ بفكرتهم بس دائما ما بحاول كرر نفس الشيء. تمام. يعني اذا في شيء عاملته انا باخذ الفكره اللي حابينها هن بس مع تجديد خاص فيني انا مشان ما نكرر ونعمل نفس القطع دائما. طيب يعني دائما ما نشوف استخدام الخيش بشغلك، مع مرور الوقت ما بينتزع هذا الشيء؟ ما بينتزع لانه قطع، يعني الخيش له نكهه خاصه من زمان، هو قطع يعني هاي الخيش والخشب قطع قديمه كثير فالعالم لهلق لليوم عم بتحب تستخدمها مع انه صار لها سنين كثير، بس فينا نجدد فيها ما نكررها، ما نكرر نفس الموديلات ونفس التفاصيل.
برأيك شو هي أهم القطع المطلوبة بهالوقت اللي عم بيصير إقبال كبير عليها من قبل السيدات؟ القطع اللي عم تنطلب حاليا قليلة التكاليف والبسيطة، مثل ما عاد حبت الأشياء الأوفر كتير، كل عم لأنه الحفلات عم بتكون بالخطبة وبالعرس كتير بسيطة، ما عم نكبر بصالات كبيرة وهيك، فالعالم عم تسعى لقطع بسيطة مثل هيك ستاندات الخشب كتير مطلوبة هلا. تمام، هي شو اللي عم هي كمان بوكس ممكن اي نحط كمان نفس بيجي مع الدفتر، هي بتنحط جوات الدفتر كفاصل كتب هي تمام مع الدفتر. اوكي هي الدفتر. البوكس للاكسسوار كمان ممكن ينحط كهديه للعرسان ينحط فيه. اوكي عم نشوف شيء بخصهم كثير حلوه. هذا كمان رسم يدوي، كل البوكسات منفصله وبنرسم عليها، فينا كمان ممكن نساوي على طلب الشخص. ما بيروح ما بيروح لا طبعا لا على مسح لا لا زيتي كله ومفخوخ وملكل. خلينا نحكي بالظروف الصعبه اللي عم نقضيها بهالوقت، كيف عم تكون الاسعار، اسعار الهاند ميد عندك كيف عم تكون؟ هل هي مناسبه للجميع ولا لا؟ وخلينا نحكي كمان عن سؤال كثير مهم، ليش بتتفاوت الاسعار من محل للثاني، من فنان للاخر، شو السبب؟ على حسب المواد حاليا. تمام. يعني بظرف البلد كل المواد احيانا صعب، ما عم نلاقي مواد، يعني ما عاد مثل الاول السوق انه ايمت ما كان بنزل بجيب القطعه اللي بدي اياها وبيجي، في مواد شوي عم تكون مو متوافره، واذا توافرت عم بتكون غالية، فعم نسعى دائما انه نحاول نشوف الموجود. احيانا بيجيني شخص انه بيطلب صورة مثلا دغري بنتبه انه هاي المواد ما رح لاقيها، واذا لقيتها رح تكون غالية، بقول له انه يعني هيك ممكن يكون الظرف، اي ممكن هيك، في ناس بترضى بهالاسعار وفي ناس لا بدها شيء بسيط، فبنحاول قدر الامكان لكل شخص حسب وضعه نعمل شيء مميز. تمام، خلينا نشوف كمان الفكرة الثانية بالكنفة، كمان اسماء هي لخطبة فيها تاريخ الانفينيتي، تاريخ جواته مع اسماء العرسان، كمان ممكن تبين باللون اللي بيطلبوه هن. هو هذا كان اللون فستان العروس، فعملنا زهير على لون الفستان. خلينا نحكي شو هو الشيء اللي بيميزك عن غيرك يعني بالسوق؟ دائما في روح عمل وبالتنافس اكيد بين شخص والثاني، في روح التنافس، خلينا نحكي شو اللي بيميزك عن غيرك برايك؟ بيميز التجديد. تمام، انك دائما تعملي شيء جديد مختلف عن البقيه، ما تلحقي انه ممكن مثلا التقليد هو كثير ببعد العالم عنك، دائما بحاول الواحد، بسعى دائما اني ادور على النت عم يساعدني كثير، عم بسعى ادور دائما على شغلات جديده مو موجوده لحتى الفت نظر اكثر، يعني كمحل وكمشروع تجاري بدك تعملي دائما شيء جديد مميز يكون يلفت النظر. تمام، دائما يكون في تجديد، التقليد ودائما التكرار ببعد شوي الزبون. تمام. اليوم خلينا نحكي على السوشيال ميديا قد ايه مهم لتسويق هيك بضاعه، وقديش لازم يكون، نحن دائما بنسال ودائما الجواب انه السوشيال ميديا هي كثير بتساعد، ولكن كثير عم نشوف انه صوره كثير حلوه بتكون ولكن على الواقع بتكون عكس كليا، فدائما العالم صاروا يخافوا خاصه الابعاد اللي مو بالشام بدهم يوصوكي، كيف بتحققي لهم هي المصداقيه على السوشيال ميديا؟ لهذا السبب حاليا ما عم بشحن ابدا سوشيال ميديا. لا عندي سوشيال ميديا وعم بعتمد عليها، بس انا بالنسبه لي بخاف شوي اني اطلب قطع عن النت، مثل ما تفضلتي وحكيتي انه القطعه بتشوفيها بالصوره فوتوشوب ولاعبين بالاضاءه بالالوان بتشوفيها على الواقع لما توصل لعندك بتكون غير، فانا دائما انا بما اني بصحنايا بيحكوني كثير من الشام مثلا انه بدي قطع، بتخاف ابعث يعني انه تعالوا شوفوها تفضلوا لعندي شوفوا القطعه، على الواقع بتبين غير بلكي ما عجبتكم، فانا بخاف من هذا الامر انه الزبون بعد ما يشوف القطعه ما تعجبه، بس الحمد لله دائما عم بيكون في اقبال والقطعه عم بتكون مميزه وعم تنال اعجاب الكل. اكيد، خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي، خلينا نحكي عن فريقك، كيف التعاون بيناتكم وشو اهم ميزات فريقكم؟ فريقنا نحن تقريبا لانه المحل في كافه الاشغال اليدويه، فعندي فريق كبير في رسم في تطريز في كافه الاشغال اليدويه اللي ممكن تنطلب، احيانا كثير انا بعطيهم الفكره هن بيساعدوني فيها، احيانا هن بيجيبوا لي الافكار، احيانا على طلب الشخص هو شو بده، بنتناقش كلنا مع بعض لتطلع القطعه مميزه وحلوه.
دائما فكرة إعادة تدوير الشغلات الموجودة عنا بالبيت هلأ كتير عم نلاقيها موجودة، ولكن كتير في أشخاص ما بيعرفوا يطبقوها على أرض الواقع. بتفكري شيء ضمن أفكارك أو ضمن إعادة التدوير أنك أنت تستضيفي عالم تدربيهم أو تنزلي فيديوز على الفيسبوك لحتى بس يمكن تعطي الخطوات الأولى، بما أنه هلأ المواد صارت كتير غالية صحيح. فاللي ما بدنا إياهم فينا نعيد تدويره. أحيانا كتير بيجوني أشخاص أنه عندي بلوز مثلا بدي طرز عليها بدي غير فيها، ممكن ساعدهم، ممكن شغلات بسيطة يكونوا هن فيهم يعملوا فيها فكرة خاصة فيهم، ممكن أنصحهم أعطيهم طرق، ممكن أعطيهم مواد من عندي ويعملوا هن بصمة خاصة فيهم هن، يعني ممكن ساعدهم بكتير أفكار. أكيد مثل ما أنا كنت أول ما بديت بشغلي كان بدي كتير مساعدة، فكتير أشخاص وقفوا جنبي وساعدوني، بالمقابل حالياً عم بعمل نفس الشيء. أكيد أكيد لكل فنان له رسالة، خلينا نحكي شو هي رسالتك. رسالتي أني دايماً أعمل شيء مميز، دايماً أخلي اسمي واسم محلي يبين، اسم المحل أنتي كامل لما بديت فيه الحمد لله لقى أعجاب، هو اسمه مميز، فعم بسعى دايماً أنه يضل الاسم مثل ما هو، عم بسعى أني حالياً أشحن للمحافظات، ممكن أعمل أفرع تانية بالمحافظات إن شاء الله لبعد إن شاء الله. هي حاليا فتحت فرع جلديات كمان انتيكا، فشوي شوي الواحد ممكن يطور حاله اكثر واكثر. يمكن بوقت قليل ما صلك زمان صلك سنتين، قديش اليوم مهم انه نحن نتغلب على ظروفنا، نتغلب على الوقت الصعب يلي عم نمرق فيه، نتغلب على الظرف الاقتصادي الصعب ونساعد بعضنا ونساعد غيرنا لحتى نقدر نعيش صح. اليوم رسالة لكل سيدة بتمتلك موهبة، لكل سيدة هي ما أنا قدراني إنها يمكن تبدع بشيء، لا هي لازم توظف أكيد. حالها بشيء لحتى تساعد أسرتها بالعيش الصح. تمام، أنا بديت مبلغ بسيط كتير كتير وإمكانياتي كتير قليلة، عندي بيت وأولاد وعندي دراسة ومسؤولياتي كتير، بس كان فكرتي إني أعمل شيء وأبدأ بخطوة، يعني لازم ما ضل هيك يعني. فتغلبت على كل شيء. الفترة اللي بديت فيها كان وضع البلد كتير صعب، الوضع المادي صعب، حاولت تعبت شوي ولهلق في تعب لأنه في أولاد، يعني في مسؤوليات كتير غير الشغل، بس ما وقفت. لازم أي صبية حابة تعمل شيء ما في شيء بيوقفها، صحيح الوضع صعب حاليا بس بإمكانياتنا وقدراتنا والتصميم والأمل ببكرة إن شاء الله رح نعمل شيء حلو. أكيد إن شاء الله. أكيد والإبداع مثل ما قلنا بيبدأ الإبداع بفكرة، والفكرة بتتحول أكيد لشغف وبعدين لتعملي. بس ما خلينا نحكي شو هي مشاريعك هلأ القادمة، مثل ما قلتي في محل جلديات إن شاء الله، خلينا نحكي شو هو شو حيتضمن. حاليا جلديات كمان شغل يدوي اغلبه، شناتي جزدين في احذيه كمان جلديه كلها جلد طبيعي، عم نحاول نعمل شيء كمان مميز بيختلف عن السوق ان شاء الله ننجح فيه. خلينا قبل ما نختم نحكي، يمكن مو بس لحالك انت بتشتغلي، عندك أكيد. كمان اشخاص بيساعدوك. هلا بعد ما تطورتي كمان ما بدنا نقول انه فورا بلشتي مع اشخاص كتار، لا بعد فتره صار عندك اشخاص يساعدوك وكله هاند ميد، يعني ما في شيء لا كله هاند ميد. كله هاند ميد. خلينا نحكي كل حدا شو اختصاصه عنده. هلا في صبيه اسمها دلال هي اللي بتشتغل شغل التطريز عم بتساعدني فيه، في لوجين كمان بوجه لهم كلياتهم تحيه، وقفوا معي لوجين وقفت معي من البدايات، كمان بتشتغل اكسسوار هاند ميد كمان مميز كثير، في مروه بتساعدني بالرسم، كثار هن ما بدي انسى حدا بس اغلبهم صبايا واغلبهم قراب على منطقتي، فايمت ما كان نتفق وبنجتمع وبنخطط شو بدنا نعمل اشياء جديدة بوجه لهم كلهم تحية، يعني أنا بفضلهم أكيد وصلنا لهون كمان. أكيد من ضمن صوتنا لصوتك بنوجه لهم تحية. خلينا نحكي مثلا القطعة بتكون عند حدا بتمرق، يعني كل واحد اختصاصه الشيء وبالآخر بتيجي لعندك، ممكن أنت تعدليها كلها أو تغيريها. هل صارت معك يعني قطعة بعد أكيد. ما خلصت كلها رجعتي عطيها من اول وجديد لتعجب الزبون ولا ما صارت؟ ممكن احيان حدا يسوق يعني يوصيني على صوره بعد ما تتفز القطعه، ما يعني مو هيك هي بده اياها، يعني مو الشيء اللي بباله، ممكن نفكها ونسويها ما في مشكله، المهم هو يكون رضيان. في صعوبات وفي عراقيل، خلينا نحكي اكثر الصعوبات اللي بتواجهك شو هي. ممكن الصعوبات حاليا تامين القطع، يعني عم لاقي صعوبه بالقطع وبغلائها، يعني حتى اذا وجدت القطع كاكسسوار مثلا في معادن بحتاجها، في احجار بدي اياها،
في الخشب شوي عم نلاقي صعوبه فيه، هي الصعوبه بتامين بالاغراض بس على التدوير والمتابعه عم نلاقي ان شاء الله. تمام تمام. هلا جايين على الشتويه وفي افتتاح مدارس هلا. تمام. صار سوري. شو حضرتي للمدارس؟ شو حضرتي للشتويه هلا؟ هلا للشتويه حاليا شغلتي بالكمامات؟ اشتغلنا بالكمامات الفتري. تمام. اشتغلنا فتره بس ما كثير نصحونا فيها لانه مو كثير صحيه، يعني ككمامه طبيه صحيه اكثر من القماش، بس حاليا عم نجهز للشتوي كصوف طاقيه، القطع الصوف الحياكه اليدويه المميزه دائما عندنا، في تجهيز لقطع مميزه ان شاء الله للشتويه. ان شاء الله، اكيد نحن بنتمنى لك كل التوفيق. اذا بتحبي توجهي كلمه بالختام. بدي اشكر كل الصبايا اللي عم بيساعدوني بالشغل ولهالنجاح، وشكرا كثير لكم على استقبالكم لنا. أهلا أكيد وسهلا. أكيد متشكرك، متشكرة وجودك معنا ونتمنى التوفيق لك ولفريقك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية.